جزاكم الله خيرا، ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المرأة قاصرة النظر، مغلوبة على أمرها، ويعتريها الضعف، ويعتريها الحيض والنفاس والولادة وغير ذلك، ولا تجاهد ولا تحمل السلاح، ويتغلب عليها الأعداء. فالولاية تحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى قوة وإلى رأي وتفكير، وهذا إنما يكون في الرجال الأقوياء. وكل قد هيأه الله سبحانه وتعالى لما يصلح له من العمل وما يؤديه من المصالح. الرجال خلقهم الله لأعمال خاصة بهم، ومنها ولاية الأمور والقيام بالمصالح للأمة. والنساء خلقهن الله لأعمال عظيمة، وهي الإنجاب وتربية الأولاد ورعاية البيوت وسكن الزوج وراحة الزوج إلى غير ذلك من المصالح. نعم.